السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناتي. اليوم جبت لكم عصير كيوي والموز بدون سكر وبمكونات جد بسيطة. بالنسبة للكيوي انا عملت 6 كيويات، 2 معالق كبارين ديال العسل و3 ديال الموزات. بالنسبة للماء عملت 1.5 كاس ديال العنبة. الماء يكون بارد بزاف. دابا غادي ندوزو للطريقة. غادي نفرغو ديك الكيوي في الماء، من بعد غادي نفرغو الموز والعسل. اذا ما كانش عندكم العسل ممكن انكم تعدلوا السكر. غادي نطحنوا دابا المكونات كامله. غادي نقدموا العصير ديالنا في الكؤوس كيف ما كتشوفوا. كنتمنى ان الفيديو اليوم يكون عجبكم. السلام عليكم.